ساعات وتسدل الستار عن نهايه محاكمه الرئيس المخلوع مبارك ورموز نظامه يرى البعض انها محاكمه القرن في حين راى اخرون انها لا ترتقي الى ذلك وانها تمثيليه نتيجتها معروفه مسبقا وفقا لعدد من المؤشرات قد تكشف عنها ساعات وايام قادمه. اليوم حددت محكمة جنايات القاهرة موعدا للنطق في قضية قتل المتظاهرين بعد محاكمة استغرقت أكثر من ستة أشهر في الجرائم وبحط تحتها 30 خط الجرائم اللي بيتحاكم عليها أو الجرائم التي ارتكبها النظام السابق خلال 18 يوم قبل تنحيته من 25 يناير إلى 11 فبراير من العام الماضي. يعني خلوا بالكم بيتحاكم على 18 يوم مش على 30 سنه. الجرائم دي راح ضحيتها نحو 850 متظاهرا واصابه اكثر من 6000. مبارك 83 سنه يحاكم بتهمه القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. والإدرال بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار في السوق الدولية. يعني مقتطفات من الجرائم اللي قام بها على مدى 30 سنة. يحاكم معه ابناه جمال وعلاء بتهم الفساد. ووزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي بتهمه قتل المتظاهرين خلال ثوره يناير بالاضافه الى رجل الاعمال الهارب حسين سالم الذي يحاكم بتهم فساد المصريين ليس وحدهم من ينتظر نهايه تلك المحاكمه كل الانظار تسابق عقارب الساعه لمعرفه النهايه في قضيه لن ينساها التاريخ لانه ومهما كان مشهد الختام الذي ستكتبه المحكمه ستظل هذه المحاكمه سابقه في تاريخ المصريين بانهم خلعوا رئيس وحاكموه بادوات الطبيب الماهر يشرح المجتمع ويكتب روشته اصلاحيه تحمل حبا ووفاء لهذا الوطن. ضيفي يرى ان مجلس الشعب هو مصدر القوانين والتشريعات وله الحق في مراجعه القوانين التي اصدرها المجلس العسكري، ورغم ذلك فانه يستبعد دخول المجلس العسكري في صدام مع البرلمان لانه صدام سيضر بمصلحه البلد ولن ياتي بجديد. انه سعاده الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والمفكر السياسي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك انا اهو ما قلتش اي حاجه في آه المقدمه انا قلت راي حضرتك في موضوع المجلس العسكري والبرلمان الجديد وكمصدر للتشريع بس احنا لازم نبتدي بالمحاكمه مش كده آه هنقدر ما نبتديش بالمحاكمه ده بقتش عارفه اركز وانا بقول لكم الكلام على المحاكمه الكلام مش راضي يطلع مني يعني آه انا حاسس ان لساني بيلف في بوقي مش عايز يقول الكلام les <laughs>